حماس وإسرائيل في اجتماعات غير مباشرة، ومصر وقطر وأمريكا يضغطون لحل العقدة. إنه مشهد جولة الأمل هذه المرة التي يأمل فيها الوسطاء برعاية مصرية أن يصلوا إلى تفاهمات تقرب بين طرفي الصراع في غزة. جولة المفاوضات هذه المرة يراها محللون أكثر عمقا من سابقيها، حيث ضغوط دولية وأمريكية على إسرائيل وأخرى على الوسطاء لإقناع حماس. الضغط الخارجي على إسرائيل زاد جدا، بعض الدول ومنها دول في الاتحاد الأوروبي امتنعت عن تسليح إسرائيل للضرب في غزة. الضغوط الداخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وما قبل الانتخابات، والضغط اللوبي العربي في الولايات المتحدة دلوقتي أصبح بيمثل ثقل كبير في الانتخابات، فدلوقتي كله يحاول يرضيه، وأخيرا الضغوط الداخلية في إسرائيل. المراقبون يرون في مطالب حماس الأربعة المتمثلة بوقف دائم للنار وانسحاب إسرائيل انسحابا شاملا من غزة وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وصفقة تبادل مطالب مشروعة، لكن مع الإبقاء على مساحة تفاوضية تسمح بتجاوب الطرف الآخر معها. هناك محاولات كبيرة لإنجاح جولة المفاوضات هذه المرة، كل الأطراف بتضغط على الطرفين، الإدارة الأمريكية بتبذل جهود كبيرة هذه المرة لإنجاح جولة المفاوضات، الوسيط الأمريكي يعني قدم أكثر من اقتراح معدل لإسرائيل فيما يتعلق بشروط حماس خاصة في أعداد الأسرى. جولة الأمل هذه المرة غير محددة المدة، فهي تتوقف على أن يقنع الوسطاء الثلاثة إسرائيل وحماس بإبرام اتفاق من دون تأخير لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد 180 يوما على الحرب، وتحاول من خلالها مصر إلى طرح رؤيتها على طاولة المفاوضات. الرؤية المصرية لا تقتصر فقط على وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، بل تمتد إلى إغراق القطاع بمزيد من المساعدات الإنسانية في ظل المجاعة، وتصل إلى نزع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط بعد تصاعد حدة الصراع خلال الأسابيع الماضية. كريم شيخ الغد، القاهرة.